السلام عليكم، ايه الاخبار؟ الى اصدقائي الفريلانسرز والناس اللي بيشتغلوا من جوه البيت، يعني ارجح بشده انك تروح تعمل تحليل فيتامين دي، لان احنا بصراحه مش بنتعرض كتير للشمس وبناخدش الفيتامين دي بشكل كافي من الاكل، فلازم تتعرض للشمس بشكل كبير. طبعا ده شيء مزعج جدا بالنسبه لي في الشتاء، لان انا يعني اي تغير او اي هواء او اي بتاع بيعمل عندي اليرجي في اكشن وبيجي لي برد وبتاع. بس النهارده لقيت ان الشمس، يعني الجو ظريف والدنيا حلوه، فقلت ليه لا ما نطلعش نتمشى شويه. وبصراحه بقالي كتير برضو ما بتحركش بسبب التعب، بسبب البرد، بسبب الشتاء. Another reason why I not why I hate سبب اخر ليه مش بحب الشتاء قوي. يعني انا متفاهم جدا ان في ناس كتير بتحب الشتاء، بس انا يعني علاقتي مع الشتاء هي علاقه ضرر ومنفعه، يعني فالشتاء بيضرني جدا بصراحه. فعلى كل لازم يا صاحبي تتعرض للشمس بشكل كافي. يعني نقعد شويه نقعد، ماشي بقالي كتير. و يا سلام السماء جميله جدا. ومهم جدا ان احنا نتحرك، يعني لو حتى مقدار بسيط كل يوم، لان الحاجات دي تأثيرها بيبقى متراكم بشكل كبير. يعني فحاول بقدر ما تشتري فيتنس باند او اي، لو انت بالفعل معاك سمارت ووتش او حاجه زي كده، فده هيشجعك انك تتحرك كل يوم، يفكرك انك لازم تتحرك، وان انت قاعد بقالك كتير وما افرد ظهرك بتاع الحاجات دي. رغم مبسطاتها الا انها بتفرق جدا 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 على المدى البعيد، الحاجات البسيطه دي اللي هو الكومباوند افكت او الاكيوميوليتد افكت، التاثير المتراكم للحاجات البسيطه دي. ف يعني بذكر نفسي واياكم ان احنا لازم نتحرك. طبعا اي حد شغله بيستلزم ان هو يتحرك اصلا بالفعل، فالكلام ده مش ليك. اوكي يور جود. لسه مخلص تسجيل فيديو دروس اونلاين حالا. الحقيقه في حاجه كتير قوي ببقى عايز اتكلم فيها على قناه الفلوجز هنا، بحيث انها بتبقى مناسبه اكتر. ويمكن من اقوى الحاجات اللي احنا كنا حابين نتكلم فيها هي موضوع الجواز والعقبات اللي احنا بنحطها قدام الجواز والتعقيدات عامه، يعني وحاجات كتيره قوي. يعني الواحد يعني ملاحظ من زمان حاجات زي سن الجواز مثلا، فكره في على فكره اختلاف ما بين سن الجواز وسن التزاوج. يعني مجرد ما الشاب او البنت يبلغهم فهو لا سن التزاوج، اللي هو السن اللي هو دلوقتي جاهز للتزاوج، ولكنه مش بالضروره جاهز للزواج. تمام، واضح. يعني هنقول ان التزاوج هو الفعل البيولوجي، الزواج هو الفعل البيولوجي بلس المعيشه والحياه والحاجات دي كلها. فهل بقى الحل ان احنا نقرب سن التزاوج لسن الجواز، ولا نقرب سن الجواز لسن التزاوج؟ يعني الفكره موضوع معقد شويه، ولكن حل الموضوع ده هو ان احنا نقرب سن الزواج قدر الامكان لسن التزاوج، ان احنا هنجيبه لتحت. يعني ان احنا بدل ما سن الجواز دلوقتي الشاب مثلا ممكن يوصل 30 سنه، انا ليا صديقي متجوز عنده 37 سنه، يعني حرام. ففكره لا، يعني قرب سن الجواز لسن التزاوج، لان زي ما قلنا مجرد ما يبقى الرجل او الشاب او البنت، ففي حاجه جديده او في احتياج جديد بيتولد عنده بسن البلوغ. ففكره انك تاجل اشباع هذا الاحتياج سنوات طوال، ظنا منك ان السنوات دي هتكسبه لوحدها ان هو يتحمل المسؤوليه، وان هو ازاي يتعايش وازاي يتعامل وحقوق الزوجه وكل ده، مش هيحصل، ما بيحصلش. الناس للاسف الشديد بيبقى في قرائن كده هي مش منطقيه، انك بتقرن سن الجواز، عفوا السن الكبير بان هو جاهز للجواز،
وفي نفس الوقت بتقرن السن الصغير بعدم الجاهزية للزواج. لكن يعني انا من وجهة نظري ان الانسان او المفروض المجتمع عامة يعمل على اكساب الشاب او الفتاة اساسيات الحياة الزوجية والتعامل الى اخره بمجرد ما يوصل لسن البلوغ، بحيث ان هو قدر الامكان في اقرب فرصة ممكن يكون جاهز. لان الموضوع هو عبارة عن شوية معارف وشوية حاجات هو بيتعلمها فبيبقى جاهز. يعني بره مثلا على سبيل المثال، مثلا على سبيل المثال بره في شباب ممكن ياخد بي اتش دي وهو عنده 18 سنه، ليه؟ هو جاهز، قدر يستوعب كم كبير جدا من المعارف، فخلوه يعمل سكيب لمراحل كتيره وبقى بي اتش دي او بقى ايه دكتور في الجامعه، تمام؟ فكذلك احنا عندنا هنا ما ينفعش انك تحكم الموضوع كله بقاعده واحده ان هو ايه ما دام وصل مثلا سن 28 سنه فهو جاهز للجواز، ابدا. ممكن يكون وصل سن 28 سنه وما يكونش جاهز خالص، وان شاب يكون عنده سن 20 سنه وجاهز للجواز، ونفس الكلام على البنات يعني. فالموضوع الموضوع كبير، وانا بصراحه بيستهلك جزء كبير من تفكيري، لان شايف ان في حل المشاكل كتيره جدا، والموضوع أبسط مما من التعقيدات اللي الناس بتعملها. ولو رجعنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هنريح دماغنا. يعني أصل أنت إيه، إن كنت والد البنت يعني فهو بيستأمنه، فالحاجة الوحيدة اللي هيضمن بيه صيانته وحفظه لهذه الأمانة هو الدين والخلق، مش أي حاجة تانية. لا الفلوس ولا الحسب ولا أي حاجة، هو الدين والخلق في نهاية المطاف يعني. فأتمنى يعني إن دي يكون إيه الحلقة دي من الفلوجز، زغزغة كده للموضوع، بحيث إن إحنا نرجع نتناقش فيه بشكل أكبر. وأتمنى أشوف برضو آرائكم في الموضوع ده، بحيث إن إيه يبقى الموضوع خد وهات كده، وكلام كده يجي من غير تحضير، فاعذرونا لو الدنيا اتلخبطت. أشوفكم بقى إن شاء الله في فلوج قادم سريعا جدا، ممكن بعد بكرة ولا حاجة. سلام.